من مصر، حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد. أكدت وزيرة التخطيط هالة سعيد على قدرة مصر والتزامها بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، مشيرة إلى بدء الدولة ممثلة في الوزارة لتحديث رؤية مصر 2030 باعتبارها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. للحديث عن هذا الشأن ينضم إلينا هاتفياً الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، مساء الخير وأرحب بك في هذه الجولة الإخبارية، ولعلك تابعت وقرأت هذا التقرير الذي يحتوي العديد من الأهداف، أهداف التنمية المستدامة. أولى هذه الأهداف أو أول هدف من هذه الأهداف ما يتعلق بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطن، والذي يقسم إلى ربما سبعة محاور بحسب وزارة التخطيط وبحسب هذا البرنامج. كيف تعلق على هذا الأمر وما تقدمه وزارة التخطيط من إمكانيات من مشروعات لدعم المواطن لتحسين مستوى المواطن وتحسين الدخل؟ الخير في البداية أستاذ همام، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في إطار قيام الحكومة المصرية بمزيد من الإجراءات والقرارات الحقيقة اللي بأوصفها بأنها تتسم بالواقعية، بيحدث مراجعات للموقف الاقتصادي الشامل. الحقيقة هذه المراجعات بدأت ب مراجعة مؤشرات الوضع الاقتصادي لموازنة العام المالي 2021، وفيها ده تم منذ ما يزيد عن شهرين، مع الحقيقة بدأ تأثير العنيف لانتشار وباء كورونا على الوضع الاقتصادي سواء كان داخل مصر أو خارجها. مؤكد إنه الأثر الاقتصادي تخطى أو عدى مجرد البعد الزمني القصير الأخير. والحقيقة ده الحقيقة أمر كان مهم جدا إنه الحكومة المصرية ممثلة في هذه الحالة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحقيقة تراجع مستهدفات الاستراتيجية مصر 2030، لأنه من الواضح إنه انتشار وباء كورونا مش بس أثر على الوضع الاقتصادي الداخلي داخل مصر، لكن كمان الحقيقة الأثر الثاني إنه الوضع الاقتصادي المصري يتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي، لأنه الحقيقة هناك غموض عدة، هناك تغير كبير في تدفق رؤوس الأموال على المستوى الدولي في حركة التجارة الدولية. ده الحقيقة أتصور إنه هيستغرق فترة زمنية ليس قصيرة. بالتالي كان مهم جدا إنه الحكومة المصرية في إطار من الواقعية، الحقيقة عايز أشدد على هذا الأمر، إنه الحقيقة الحكومة المصرية في تعاملها مع انتشار وباء كورونا الحقيقة تتعامل مع الواقع، لا تنساق في إطار أحلام بعيدة المدى، والحقيقة أيضا لا مزيد من التهويل ولا التهوين، الحقيقة بنتعامل خطوة بخطوة مع الوضع على العرض سواء كان داخل مصر او خارجه. وبالتالي كان امر منطقي انه وزاره التخطيط تراجع في هذا السياق المبادرات اللي اطلقت خلال الفترات الماضيه، سواء منها ما يتعلق بالبعد الاجتماعي او منها ما يتعلق بالبعد الاقتصادي. طيب، كما تعلم ولمن لا يعلم ايضا من الساده المشاهدين، ان رؤيه مصر 2030 هي مجموعه من السياسات الحكوميه التي تتبناها الدوله لتنفيذها حتى عام 2030، مقسمه طبعا الى هناك يعني استراتيجيه قصيره المدى واستراتيجيه طويله المدى في مجالات اقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه. ما تعلنه اليوم وزاره البيئه هو هذا التعديل، وتقول ان هناك العديد من المبادرات التي احدثتها الحكومه والتي نفذتها الحكومه حتى تتماشى مع اهداف هذه الرؤيه، رؤية 2030، بالنظر طبعا إلى تداعيات أزمة كورونا في مصر وفي العالم. على سبيل المثال، هناك بند مهم وهو البند الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء عليه والقضاء على الجوع. هناك الكثير من المبادرات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة، من بينها على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة، وأيضا جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، وأيضا إطلاق مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة، وتقديم المجتمع المدني مساعدات لدعم المتضررين. هناك بنود معينة وبنود تستهدفها الدولة للوصول إلى تحقيق هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية. نؤكد على انه مستهدفات استراتيجيه مصر 2030 لن تتغير، لكن اللي بيتغير على ارض الواقع وده الحقيقه اليات التنفيذ بالتاكيد. والحقيقه ايضا مراجعه المبادرات كما اشرنا سواء كان في اطار البعد الاجتماعي زي ما حضرتك اشرت، مبادره حياه كريمه، او ما يتعلق بالمبادرات اللي اطلقت في اطار دعم وتنميه الاقتصاد سواء كان بقى دعم المشروعات الصغيره المتوسطه، التعامل مع ملف العشوائيات، خلق مزيد من فرص العمل وغيره. الحقيقه كل هذه المبادرات محتاجين ان احنا نراجعها علشان نقيم الوضع حاليا والى اي مدى هذه المبادرات كافيه او ان احنا محتاجين مزيد من المبادرات. لكن مؤكد على ارض الواقع هناك التغير العنيف، يعني بنتكلم على قطاعات اقتصاديه شلت تماما على المستوى الدولي، ليس فقط
داخل مصر، بنتكلم على قطاع السياحه، بنتكلم على قطاع الطيران المدني، بنتكلم على معدلات البطاله اللي هي سوف تسجل ارقام كبيره للغايه في الكل. والمرونه مهمه يا دكتور، المرونه مهمه في تنفيذ هذه الاهداف للوصول اليها طبعا. ما هو بالتاكيد المرونه لن تتاتى الا اذا كان صانع القرار يتسم بقدر من الواقعيه والموضوعيه. والحقيقه ده اللي يحسب للحكومه المصريه في تعاملها مع ازمه كورونا، لانه الحقيقه صحيح لدينا سيناريوهات مختلفه، لكن عاده القرار مرتبط بقدر المعلومات على ارض الواقع. وبالتالي الحقيقه كان مهم جدا انه الحكومه تؤكد على انه الوضع الاقتصادي مؤكد انه سوف يتاثر ب الجائحه اللي بتجتاح العالم كله، والحقيقه ده هياثر مش بس على مؤشرات الاقتصاد، لكن كمان هياثر على مستوى معيشه المواطنين، هياثر على خلق فرص عمل، هياثر على مستويات الدخول. وبالتالي كان مهم جدا انه يحدث مراجعه للمبادرات اللي موجوده على ارض الواقع، مش بس المبادرات الحكوميه او اللي تنفيذها معني دي الجهات الحكوميه، لكن كمان الحقيقه لدينا عدد من المؤسسات زي صندوق تحيا مصر وغيره اللي هي بتعمل جنبا الى جنب مع الحكومه في مواجهه تداعيات جائحه كورونا. مؤكد انه الحكومه وحدها لن تستطيع ان تتعامل مع الموقف، محتاجين الحقيقه مسانده قويه من كل مؤسسات المجتمع المدني، لانه الحقيقه هذه الجائحه تحتاج لتضافد الجميع داخليا، وتحتاج ايضا لمسانده على المستوى الدولي. وبالتالي كان مهم جدا انه مصر تراجع كل ما اطلق من مبادرات، تراجع مؤشراتها الاقتصاديه في اطار استراتيجيه مصر 2030، علشان يكون ما ياتي خلال الفتره القادمه يتسم بالتعامل مع معطيات وظروف الواقع. الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه التحليل، هذا التحليل وهذا التعليق. ربما الحديث عن هذا المشروع وهذه الرؤيه يطول ويحتاج كثير من الساعات وكثير من الوقت حتى تتضح هذه الرؤيه بشكل كامل للسيد المشاهد الذي يتابع والذي يحرص على متابعه ما تقوم به الدوله وممثله في الحكومه ووزاره التخطيط للوصول الى رؤيه مصر 2030 وهذه المبادرات الكثيفه والكثيره التي تقوم بها الدوله وتتبناها خلال هذه الفتره في ظل ازمه كورونا وتداعياتها على الاقتصاد وعلى الحياة العامة في مصر والعالم.